كل العبادات في العالم محاولات لاقتراب الإنسان إلى الله، ودي نزعة داخلية في الإنسان أن يقترب إلى الله. وسائط بتاعة الاقتراب إلى الله في الصلاة اللي فيها يقف الإنسان يتكلم مع الله، أو الأصوام، أو القرابين اللي بتقدم ذبائح ليها يقترب الإنسان إلى الله، ضحايا، أو تنفيذ أوامر أو وصايا إلى آخر. طبعا محاولات مختلفة جدا وصول الإنسان إلى شيء على قدر إمكانه، على قدر ضعف الإنسان. الإنسان ضعيف والطبيعة بتاعت الإنسان ميلة للتراب، فالفشل في المحاولات دي كتير جدا جدا إن الإنسان يقدر يضبط نفسه أو يقترب إلى الله. دي العبادات اللي في العالم كله. أمال إيه المسيحية؟ قال لا، المسيحية مش كده. المسيحية هي اقتراب الله للإنسان. يعني مين بيدور على التاني؟ ومين اللي بيحاول يقرب من التاني؟ قال لا، ربنا هو اللي افتقدنا مشرف من العلاء، هو اللي دور علينا. والتجسد معناه تنازل الله الى حقارة الانسان. يعني اللي بيدور، اللي بيتحرك مش الانسان. يعني المسيحية مش محاولة اقتراب الانسان الى الله، لا، ده ربنا قرب من الانسان قوي وحبه قوي وافتقده في ضعفه وتنازل الى التراب. كلمة صار جسدا، غير المرئي بقى مرئي، غير الزمني دخل تحت الزمان. الله اللي محدش يقدر يشوفه او يلمسه بقى يتشاف ويتلمس. ايه ده؟ ده اقتراب الله للانسان. يعني الحركة مش من ناحية الانسان، البشارة في التجسد حركة الله ناحية الانسان. طبعا دي مختلفة جدا لان الانسان ما قدرش يدرك الله، لكن استقاد الله للانسان ادرك الانسان واحتوى. التجسد التحام الطبايع، طبيعة الله وطبيعة البشر. مش بس ربنا بطل الانسان، لا، ده اخذ طبيعتك وصار واحدا، يعني جعل الناسوت الطبيعة البشرية واحد مع لاهوته. طبعا ده نصيب كل واحد فينا. يعني المسيح عمل كده ليه؟ عشان يبقى قريب مني او احس بيه. يبقى مش العبادة حاجات نظرية في العقل، لا، ده وقع ان الله افتقدني وان الله اقترب الي جدا وانه اخذ طبيعتي وجعلها واحد معاه. طبعا ده مصدر الفرح. الحياة المسيحية مش ضيق، الحياة المسيحية فرح. طب يجي منين الفرح؟ من اتحاد الله بيا. انا مش بنقول الكلام ده كلام نظري، لكن بنعيشه هنا في المعمودية. انا بتحد بالمسيح، انتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح. يعني المعمودية الانسان بيلبس المسيح. العذراء وحيدة ما فيش زيها طبعا، لكن لما ببص للانجيل بتاع التجسد ده بتاع نزول الله برجع لنفسي. العذراء دعيت هيكل الله، ليه؟ ان الله حل فيه. ودعيت سماء، ليه؟ لانها مسكن الله، سماء. احنا لما انت بتاخد المسيح برضو بتدعى هيكل الله. ألستم تعلمون انكم هيكل الله؟ في الصعيد زمان كان يقول على واحد، يعني الانسان المتدين الطيب الكويس، يقول لك ده خنفاوي. خنفاوي يعني سماوي. نقول جبنيوت خنفاوي يعني ابانا الذي في السماوات، يقول لك ده سماوي. طبعا سماوي. ودعي الاباء اللي خرجوا للرهبنه ايام القديس انبلطونيوس ومقاريس الكبير، سموهم ايه؟ بشر سمائيين او ملائكه ارضيين. عشان كده بقول لك ايه التجسد ده؟ تنازل الله اقترابه للانسان، احتواء طبيعه الانسان البشريه السقطه وتجديدها. فدي نعمه. عشان كده بقول لك فين الفرح؟ الحياه المسيحيه حياه الفرح الدائم بحلول الله. اقول لك هو فين ربنا؟ يعني العبادات في العالم كلها تخمينات. اما اقول للانسان المسيحي وفين ربنا؟ يقول لي ايه فين ربنا؟ ده فيا، متحد بيا، ده انا بتحد بيه بسر لا يدرك. انا بتناول، فبتحد بالمسيح وبيحل فيا. ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم حلول مثلا تشبيه، لا لا لا، حقيقي، لان جسدي ماكل حق. فاحنا مفيش حاجه اسمها خيالات او رموز او اشباه. امال ايه؟ حق. كل من يتناول المسيح ياخذ المسيح، يحل المسيح فيه. او زي حلول الشمس في مليون بيت، اول ما تطلع الشمس تدخل جميع البيوت. اقول لك انا بتناول، يعني باخد ايه؟ باخد المسيح. الشمس بتدخل البيت، مليون بيت، 10 مليون، 100 مليون بيت، ايه يعني؟ فبتتوزع على مليون و10 مليون و100 مليون بيت، وتفضل شمس واحده. فدخول المسيح لكل واحد فينا دخول حقيقي. ومفيش حاجه اسمها حته من الشمس يقول لك انا خدت ايه؟ حته من الشمس. لا، انا الشمس بتدخل عندي. فنزول المسيح ودخوله لينا دخول حقيقي. تناول اللي بنتناوله، المعموديه اللي احنا اتعملناها، حق. ولما يحل المسيح فيك تبقى هيكل الله. لازم المفهوم ده يبقى واضح في ذهني. ايه جسمي ده؟ هيكل الله. ولازم ده اعلمه للعيال الصغيرين، عيالي.
حبيبي جسمك هيكل الله، ده تعليم حقيقي كل يوم، عشان لما يطلع الولد في يشوف اجسام الناس اللي ما هياش هيكل الله، ازاي بيلعبوا بيها وازاي بيرموها للدنس والنجاسه والشر والوسخات، والجسم ده بالنسبه ليهم هو يعني بضاعه رخيصه وحشه كده. لازم اعين اعلم العيل اعلم البنت الصغيره بنتي انها دي جسمها ده مقدس، الجسم ده لما يحل فيه المسيح يبقى مقدس. شوف حلول المسيح في السيد العاده، الا الروح القدس يحل عليك وقوه العدس تظللك والقدس، يعني دعوه للمسيحيه، الحياه المسيحيه من البدايه قوي دعوه للقداسه. الست العذراء نقية مقدسة جسد نفس روح عقل. التقديس ده منهج المسيحيين وسر الفرح وسر النكد في الحياة وعدم القداسة. المسيحية من أولها من بدايتها قداسة، والمولود من العذراء قدوس، قدوس القديسين. فإحنا يعني لازم الواحد يدرك دي كويس قوي، إحنا مقدسين وإن إحنا هيكل الله، وإن حلول المسيح فينا مش نظريات أو محفوظات، ده حلول حقيقية. فإذا كان المسيح يحل فيك حس بيه وتعيش بيه، هتعيش ازاي؟ طب ارجع تاني للست العذراء، لما حل ابن الله في احشائها عاشت ازاي؟ سما ملاك جبرائيل بتسميه كنيسه ملاك الفرح. ليه؟ لانه حمل البشاره المفرحه جدا ان الله تنازل للانسان لكي يقيمه من خطيته. عشان كده في شهر كده احنا بنصوم لكن الالحان فرايح. ليه؟ لان البشاره بالتجسد وحلول الله مبهر جدا للناس. انا معليش ديون، معليش خطايا، انا بحس بمحبة الله ليا شخصيا لان ربنا تنازل ليا واخذ طبيعتي، بحس ان ربنا قريب مني قوي وحاسس بيا قوي. فالاحساس ده مخليني بفرح جدا، لان المسيح نقلني من الجسد والتراب والخطايا والعالم للملكوت للسماء. التعليم ده لازم الواحد يعيشه. كل مره اجي الكنيسه، انا الكنيسه ايه عاده يعني، ولا بنيجي نقابل بعض، ولا ده انا باجي يعني استدين في حياه الفرح. كل ما اجي اتناول، كل ما اجي اصلي، كل ما اجي اسمع كلمه تعزيه، كل ما اجي احضر القداس واطلع غني جدا، شبعان جدا، فرحان جدا، متعزي جدا. وبعدين اقابل العالم، العالم فيه البرود، فيه الخطايا، وفيه الغش، وفيه الكذب، وفيه البضاعه بتاعت العالم. فزي ما واحد ايه كل ما يجي ياخد ايه يعني مور اميونيتي يعني، وصل ايه قوي جدا، يواجه العالم. طب العالم مليان غش، ما ياخدنيش تيار الغش ده. ليه؟ ما انا عندي مقاومه شديده جدا. وكره للخطية شديد جدا. كل ما بيحويني جو القداسة ده واعيش فيه، وكل ما باخد المسيح واتحد بيه، وكل ما اعيش كده تبص تلاقي نفوري من الخطية اللي في العالم يزداد، وتمييزي للامور يبقى اكثر حساسية قوي. كونوا كارهين الشر ازاي يعني؟ طب بطبيعتك الجديدة بقى منطبقين بالخير والدين بعضكم بعضا. لما المسيح اخذ جسدنا واتحدنا بيه وصرنا في شركه، دخلنا مع بعض في شركه. شركه ايه؟ احنا مش قرايب، لا احنا شركه الجسد الواحد. احنا لما بنتناول المسيح الواحد بيبقى فينا دم واحد ومعموديه واحده وايمان واحد، وبتجمعنا الشركه دي مش على مستوى مثلا اللغه، ناس بيتكلموا عربي، لا مش على مستوى اللغه، ولا على مستوى الوطن الارضي، دول مصريين دول لبنانيين دول امريكان، لا، ولا على مستوى مثلا اصحاب مصلحه مهنه واحده محامين او دكاتره، لا لا لا. هم ليه الشركه اللي بتجمعنا؟ هل شركه الجسد واحد؟ اعضاء في جسد واحد. فعشان كده بقى المحبه اللي عملها تجسد فينا هي محبه المسيح، محبه الله. فبقينا نحب بعض قوي من قلب طاهر بشده. ليه؟ لان اعضاء بعض. وبقيت اتالم لالام اخواتي جدا. طب اعمل دول مش قرايبك، لا ابوك ولا امك ولا خالتك ولا، لا لا لا، ده جسد. فان كان عضو واحد يتالم تتالم جميع الاعضاء. وإن كان واحد يمجد فتطرح ليه جميع الأعضاء. فتنتهي بقى حتة السلبية الوحشة دي، الغيرة مثلا، الحق فلان جاب عربية أو لقى وظيفة تاني غيران منه، دي حاجات إيه دي؟ دي حاجات الجسد الواحد؟ دي حاجات أهل العالم. يعني لو يبقى فينا الروح ده تحس إيه؟ الغنى بتاع أخوك بتاعك مش غنى الفلوس. يعني لو إحنا كنيسة فعلا يعني عايشة بالروح، وليا مثلا زميل كاهن ربنا نعم عليه فبيعمل معجزات، افرح جدا. ليه؟ ما احنا بنجمع في كيس واحد. الغنى بتاع زميلي ده غنى ليه؟ احنا مش بنتنافس، احنا مش اضداد، احنا مش ناس متنافسه مع بعضها، ده احنا اعضاء جسد واحد. فاذا واحد يقع في خطيه العادي ان الناس ايه؟ تنتقده، تتكلم عليه، تدينه، تنفر منه. ثم في الكنيسه ايه؟ لا لا لا، ده في الكنيسه اذا واحد ضعف الناس تتلم حواليه عشان تقيمه. قوموا الايادي المرتخيه والركب المخلعه، اسندوا الضعفاء. ده تكنيك، ده جسد واحد. قدرت اشوف من يضعف وانا لا اضعف.
هيبقى ده الروح. لكن عكس الروح تلاقيه بقى في اهل الجسد بقى، واحد ضاع في دينه، واحد ابتدى يجري وراه حاجات الايه العالميه. الكنيسه ليها طابع تاني بسبب التجسد ده، ان الله افتقدنا مشرق من العالمين، عجل في الظلمه وزر الموت للمزدرى، غير الموجود للضعفاء للخطاه، ما جات للابرار. فاحنا خطاه لكن المسيح حبنا جدا ووحدنا ببعض. فمن واحد فينا يبقى حاسس باخواته بالضعفاء، بالمنحرفين، بالعاجزين، بالمعوقين، بالتعابه، بالفقير، بالاكثر من ناحيه الخطايا. وبعدين الابرار في الكنيسه زي ما احنا بنكرر من القديسين، هم يعني ماري جرجس ولا ابو سفين ولا مريمينا ولا انبا ابراهام، ده هم دول قرايبنا في الجسد. لا، دول اعضاء مكرمه في جسد المسيح. احنا بنفرح بيهم قوي ونقعد نعمل لهم اعياد ونسهر حواليهم ونحبهم حب. ليه؟ لان دي اعضاء مكرمه في جسد المسيح. شوف بقى احنا مربوطين ببعض ازاي؟ رباط فوق الجسد وفوق العالم، فوق مستويات العالم، لان فينا روح واحد، كلنا سقينا روحا واحدا، وفينا جسد واحد، وفينا دم واحد، دم المسيح، وبتربطنا القداسه. الرباط للقداسه ده رباط حقيقي. ما تشوف القديس بولس الرسول يقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، وعلى هذه جميعا البسوا المحبه التي هي رباط الكمال كمان. وربنا يمجد دائما بالليل.